السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 21 مليون يمني بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة. وذكر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط أن حوالي 15 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بينما يفتقر أكثر من 19 مليون شخص لإمكانية الوصول إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي. وفي السياق، قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الذين اضطروا للنزوح من منازلهم بما يزيد عن مليوني شخص، بينما فقد الآلاف أرواحهم خلال العام الماضي. نتوقف عند هذه المستجدات بشأن الوضع الإنساني في اليمن لنناقشها في محورين: مستوى الوضع الإنساني والأمن الغذائي، خاصة خلال الفترة الأخيرة من الحرب، وحجم التمويل المقدم للحد من نقص الغذاء الذي يهدد حياة الملايين في اليمن. ليست المرة الأولى التي تدق الأمم المتحدة فيها ناقوس الخطر من انعدام الأمن الغذائي في اليمن وخطر المجاعة الذي يهدد الملايين. فقد سبق وأن أعلنت الأمم المتحدة أكثر من مرة عن حاجة اليمنيين العاجلة للمساعدات من أجل الإفلات من خطر الجوع الذي يهددهم جراء الحرب والحصار المستمر للشهر العاشر على التوالي. وتسببت ميليشيا الحوثي في إغلاق الممرات الإنسانية كافة أمام المنظمات الإنسانية وتفخيخ مساحات العمل الإنساني في سياق حربها وحصارها كما يحصل في محافظة تعز. نتابع مشاهدين هذا التقرير ومن ثم نعود لنبدأ النقاش. تشيك الأزمة اليمنية على دخول شهرها الحادي عشر والحال لم يتغير، بل ازدادت أعداد من يتجرعون ويلات الحرب ملايين أخرى، واستحكمت حلقات المعاناة بحلقة جديدة هي شبح الجوع الذي أصبح يهدد أرواح آلاف المحاصرين. تعي المنظمات الإغاثية في مناطق القتال داخل اليمن جيدا المستقبل المجهول لأكثر من 21 مليون يمني. تقول الأمم المتحدة أنهم في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة. وذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 7 ملايين آخرين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، في حين يفتقر أكثر من 19 مليون شخص إلى إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي. وفي انتظار حل دبلوماسي للصراع، طالبت المنظمات الإنسانية بتمكينها من الوصول بشكل مستدام لجميع المحتاجين داخل البلاد ومدهم بالمساعدات الفورية. ودعت المنظمات الدولية إلى ضمان حرية التنقل والحرية لجميع المدنيين والرفع الفوري للحصار عنهم، غير أن المحاصر لا يستجيب لكل هذه المطالبات والنداءات ويصر على التصعيد كعقاب جماعي وانتقامي. أمام هذه المأساة المستعادة شهرا بعد شهر، يبدو مضحكا ما يظهره مسؤولون يمنيون ومنظمات دولية من اندهاش أمام الموت الزاحف. كل طرف ينتظر الآخر للإسهام في فتح الممرات الإنسانية أمامه. الحكومة الشرعية لا تجد لها أثرا في إغاثة نصف شعبها المهجر على يد الميليشيا، بينما تكتفي المنظمات الدولية بالقول أنها عجزت عن إيصال المساعدات بسبب تعنت الأطراف التي لم تفصح عنها. خيام مهترئة في صقيع الصحراء في رحلة الشتات داخل الوطن. تقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الذين اضطروا للنزوح من منازلهم بنحو مليوني شخص وأكثر، بينما فقد الآلاف أرواحهم خلال فترة الحرب خلال العام الماضي. اللجنة الدولية ذكرت أن أعدادا لا تحصى أصيبوا بإعاقات وجروح في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص في المستلزمات الطبية. وأشارت المنظمة إلى أن إمدادات المياه والكهرباء تعطلت، وعانت بعض المناطق من شح المواد الغذائية والسلع الأساسية. كل هذه المأساة مستمرة في الوقت الذي تنتظر المنظمات الإنسانية وقف إطلاق النار لإنقاذ ما تبقى من الحياة في بلد ينزف منذ 10 أشهر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. موضوع حلقتنا سنناقشه مع ضيوفنا اليوم من الرياض وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، ومن صنعاء المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام، على أن ينضم إلينا من القاهرة المتحدث الإعلامي باسم برنامج الغذاء العالمي الأستاذ ريم ندى. إلى أن تجهز اتصالات، أشير مشاهدينا الكرام إلى أن الأمم المتحدة أشارت إلى أن أكثر من 21 مليون يمني في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة. ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 7 ملايين آخرين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد،
في حين تفتقر أو يفتقر أكثر من 19 مليون شخص إلى إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي. في انتظار حل دبلوماسي للصراع الدائر، طالبت المنظمة الإنسانية بتمكينها من الوصول لجميع المحتاجين بشكل مستدام بداخل البلاد ومدهم كذلك بالمساعدات الفورية. دعت المنظمات الدولية أيضا إلى ضمان حرية التنقل والحرية لجميع المدنيين والرفع الفوري للحصار عنهم، غير أن المحاصر لا يستجيب لكل هذه المطالبات والنداءات، وعلى ما يبدو أنه يصر على العقاب الجماعي والتصعيد الانتقامي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدرت عدد الذين اضطروا للنزوح من منازلهم بنحو 2 مليون شخص وأكثر، بينما فقد الآلاف أرواحهم خلال فترة الحرب. تنضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الغذاء العالمي الأستاذة ريم ندى. أهلا بك أستاذة ريم. أهلا، حياكم الله. أستاذة، في ظل تصعيد القتال وتشديد الحصار وإغلاق الممرات الإنسانية، كيف تقيمين وضع الأمن الغذائي في البلاد؟ هو طبعا وضع الأمن الغذائي في اليمن وضع صعب جدا، أكثر من 7.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية بصفة عاجلة. هذا الوضع مقارنة بعام 2014، يعني هناك 3 ملايين شخص أضيفوا إلى قائمة الذين يعانون شدة الجوع في اليمن. طبعا الوضع الغذائي في اليمن كان سيء، ولكن الصراع وظروف المحيطة بالحرب الدائرة في اليمن هي فاقمت الأزمة الغذائية، خاصة عند الأشخاص الأكثر فقرا والأكثر ضعفا، عند الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من مناطقهم من منازلهم، فهو وضع صعب جدا حاليا. طيب، أين هي خارطة توزع هؤلاء الأشخاص؟ هو طبقا لدراسة كانت في يوليو الماضي، العام الماضي عام 2015، هناك 10 محافظات يمنية هي خطوة واحدة تحت تصنيف المجاعة، يعني هي على حافة المجاعة. يجب أن ندرك أن هذه المناطق هي بحاجة إلى مساعدات عاجلة، من ضمنها تعز، عمران، عدن، صعدة، صنعاء، حجة، البيضة، لا أذكر إذا كنت ذكرتهم كلهم، ولكن نحن نتحدث عن يعني حوالي نصف المحافظات اليمنية هم يعني في وضع غذائي حرج جدا. طيب، يعني الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بأكثر من مرة وتحذر من المجاعة، ما هو مستوى الاستجابة الدولية لهذه التحذيرات؟ من ناحية التمويل؟ نعم، من ناحية التمويل والاستجابة بتقديم يعني المواد الغذائية أو حتى توفير التمويل المالي المناسب. نعم، هو برنامج الأغذية العالمي يعتمد تماما على يعني التمويل الطوعي من خاصة من الحكومات المانحة، ونذكر في هذا الصدد أن هناك يعني بلدان كثيرة تقدمت لمساعدة اليمن، على رأسها المملكة العربية السعودية التي قدمت أكثر من 140 مليون دولار أمريكي لتسيير عمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن، كذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبلدان أخرى، يعني الاتحاد الأوروبي على سبيل الذكر للحصر. طبعا هي استجابة نشكر عليها هذه الدول المانحة، ولكن تظل اليمن بحاجة إلى مساعدة أكبر. يظل برنامج الأغذية العالمي بحاجة حاليا، يعني في هذه الأشهر نحن بحاجة إلى ما يقرب من 90 مليون دولار أمريكي حتى نستطيع توفير الاحتياجات الغذائية ل3 ملايين شخص نستهدف الوصول إليهم كل شهر. يعني هذه الحاجة لهذا المبلغ هي حاجة شهرية أستاذ ريم؟ لا، هي حاجة للستة أشهر القادمة. للستة أشهر القادمة. طيب، اسمح لي أن طيب أستاذ ريم، هل استطعتم الوصول إلى كافة المناطق
داخل البلاد خصوصا في مناطق القتال؟ هو طبعا هناك صعوبات كبيرة واجهها برنامج الأغذية العالمي، خاصة مؤخرا في الوصول إلى بعض المناطق في مدينة طائف بالأخص القاهرة والمظفر، ولكن تمكن برنامج الأغذية العالمي منذ أسبوع من تسيير قافلة غذائية إلى المناطق المحاصرة في المظفر والقاهرة، وكانت هذه يعني تزامنت مع بعثة الأمم المتحدة إلى هذه المناطق. طيب كم أوفت بالاحتياج الموجود؟ يعني كم نسبة الإيفاء بالاحتياج الموجود لهذه المناطق؟ كانت هذه القافلة محملة بحفظ غذائية عائلية تكفي 3000 عائلة في هاتين المنطقتين. طبعا يعني كان نجاح برنامج الأغذية العالمي في الوصول بعد محاولات كثيرة إلى هاتين المنطقتين كان بسبب يعني مفاوضات كثيرة على الأرض، باءت الحمد لله بالنجاح مع كل أطراف الصراع حتى نستطيع، لأنه كما تعرف في اليمن هناك نقاط هي ليست يعني نقاط تفتيش بين كل منطقة ومنطقة طبقا لمن يسيطر على هذه المناطق، فنحن يجب أن ننسق مع كل الأطراف على الأرض ويجب أن يسمح لشاحناتنا بالمرور، وهذه هي الصعوبة الأكبر في اليمن التي نواجهها. فنحن يعني نستمر في أو مستمرين ونستمر وكنا طوال الوقت نناشد أطراف الصراع هي تنحية الصراع جانبا التفكير في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال والشيوخ الذين يعانون الجوع تحت ظروف صعبة جدا، خاصة هؤلاء الذين على خطوط القتال. طيب أنتم ذكرتم أن هناك أن هذه القافلة تكفي 3000 عائلة، يعني لمدة كم وكم هو الاحتياج الكامل لهذه المناطق تحديدا؟ لمدة شهر. وكم هو الاحتياج الفعلي لهذه المناطق أو كم عدد العائلات المحتاجة؟ أنا لا أعرف بالضبط عدد الأشخاص في هاتين المنطقتين القاهرة والمضفة، هم منطقتين في مدينة طائف، هناك 300,000 شخص في مدينة طائف تم تسليمهم حصص غذائية من برنامج الأغذية العالمي في هذا الشهر، ولكن كانت بعض المناطق كانت مغلقة للمساعدات، لم نتمكن من الوصول إليها وتمكننا الحمد لله مؤخرا. بالنسبة للاحتياجات على وجه دقيق لا أستطيع أن أقول هذا، يجب أن يكون هناك مسح ميداني للاحتياجات وهذا لم يتم، يعني كان هناك بعثة الأمم المتحدة التي كانت موجودة منذ أسبوع في إدب وفي طائف للوقوف على الاحتياجات في هاتين المحافظتين. طيب اسمحي لي أن تبقي معنا أستاذة ريم ندى، ينضم إلينا الآن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن الأستاذ عدنان حزام. مساء الخير أستاذ عدنان. أستاذ عدنان يبدو أن الاتصال لم يجهز بعد. أستاذة ريم أعود إليك، يعني تحدثتم عن أن هناك حاجة لوجود مسح شامل في المدينة للاحتياجات في مدينة تعز، هل حصلتم على وعود من قبل الأطراف التي لم تسميها أطراف الصراع من أجل تسهيل أعمالكم في الفترات اللاحقة بدون الحاجة لوجود مبعوثين أمميين رسميين كالذين جاءوا أو دخلت القافلة معهم؟ هي الفترات اللاحقة هي التي تبرهن عن مدى جدية أطراف الصراع. وهل حصلتم على وعود أقصد؟
أنا لم أكن من ضمن الوفد الذي زار تعز، ولم أكن مشاركة في المفاوضات، ولكن نحن نتمنى أن تكون هذه الخطوة هي بداية لسهولة مرور المعونات الغذائية والمعونات الإنسانية بشكل عام، لسهولة مرورها حول اليمن، وليس فقط في مدينة طائف ولكن حول اليمن بصفة عامة. طيب، بخلاف هذه المناطق، أين هناك مناطق أخرى تواجهون صعوبات في إدخال المساعدات إلى المدنيين فيها؟ هي بصراحة يعني كانت أكبر مشكلة تواجهنا هي في مدينة طائف. بالنسبة للمناطق الأخرى هي الصعوبات الطبيعية التي تحدث في بلد يعيش حالة حرب. هناك طبعا صعوبات أمنية، هناك صعوبات في الوقود، هناك صعوبات في النقاط التفتيش التي أحيانا يعني الشاحنات تتعطل عن نقاط التفتيش لفترات، فهذا يؤخر ويعطل من عملية إيصال المساعدات للأشخاص الذين هم في شدة الحاجة إليه. طيب، كان نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمية ذكر في وقت سابق أنه البرنامج بحاجة لدعم المجتمع الدولي، هل هناك تردد من المجتمع الدولي في دعمكم بخصوص الملف اليمني؟ أنا كما ذكرت يعني هبت البلدان المانحة إلى مساعدة اليمن، ولكن هذه الهبة يمكن لا نزال نحتاج إلى تمويل، لأنه الحاجات في اليمن كبيرة جدا. الأمم المتحدة ككل قدرت الاحتياجات في اليمن ب80% من السكان في اليمن يحتاجون إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية، فهذا رقم كبير. حوالي 3 من كل 10 أشخاص يعانون الجوع في اليمن، كما ذكرت هم 7.5 مليون شخص. هذه أرقام كبيرة للغاية، يجب أن يكون هناك تحرك لزيادة المساعدات ولإيصال المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص في اليمن. لهذا نحتاج تمويل، وكذلك نحتاج سهولة التحرك تأمين في داخل الوصول لكم. طيب، اسمح لي أن نعود إلى الأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن. مساء الخير أستاذ عدنان. حياكم الله أستاذ عدنان. أنتم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كيف يعني قدرتم إحصائيات أعداد النازحين، وكيف وجدتم أوضاعهم المعيشية داخل اليمن؟ في كل من عدن وصعدة وتعز وصنعاء من خلال الفترة الميدانية خرجت تلك الأرقام تزيد أو تنقص في الفترة الحالية، لكن هنا الآن الوضع الإنساني لم يتغير كثيرا، ما زالت الاحتياجات الإنسانية عالية جدا في مجال الصحة، في مجال الغذاء، في مجال المياه، هناك احتياجات كبيرة جدا. طيب، مكاتبكم تعمل في كل المدن بدون مشاكل؟ لم أسمع سؤالك جيدا. مكاتبكم تعمل في جميع مدن اليمن بدون مشاكل؟ سأكون معك صريح، نواجه إشكاليات كما يعلم الجميع أنه خلال الفترات الماضية تعرضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعدة حوادث أمنية، منها مواجهة مكتبها في عدن، وكذلك مكتب زملائنا في عمران، وكذلك اختطاف أحد زميلاتنا في صنعاء. نحن رغم تلك الصعوبات وكذلك العراقيل هي أن نحن نحاول قدر الاستطاع من خلال تواصلنا مع أطراف الصراع أن نصل إلى المناطق الأكثر تضررا وتقديم ما يمكن أن نقدمه. فما الفترة الماضية حاولنا أن نصل إلى حوالي
3 مليون يمني، وخاصة في مجال المياه والصحة وكذلك بعض التدخلات في مجال الغذاء. جاء ذلك من خلال تواصلنا مع جميع أصحاب الصراع. جاء أختي في الفترة الماضية قللنا من تحركاتنا بعد تلك العملية، بعد تلك الحوادث الأمنية. ونتمنى إذا حصلنا على الضمانات الأمنية في أي مكان يحتاج لتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر شهدنا الإنساني بقدر ما نستطيع. طيب اسمح لي أن تبقى معنا أستاذ عدنان. أعود إلى الأستاذة ريم ندى المتحدثة باسم البرنامج الغذاء العالمي. أستاذة ريم، يعني أنتم من الممكن وصفكم بالذراع اللوجستية للأمم المتحدة التي تتحرك إلى أغلب النطاقات أو المناطق التي تحتاج إلى معونات في كل مكان. بحسب الموظفين لديكم أو العاملين أو الممثلين لكم في مناطق الصراع في اليمن، ما هو مستقبل الاحتياج لهذه المناطق؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقول مستقبل الاحتياج، لأنه نحن ما نهدف إليه هو أن لا يعني يصل الوضع إلى ما هو أسوأ مما هو عليه الآن. فإيصال المساعدات، تسيير عملياتنا بشكل سلس في اليمن مثل ما ذكر أستاذ عدنان، الضمانات الأمنية، سهولة التحرك، كل هذه الأشياء من شأنها أن تسهل من مهمة يعني موظفي الإغاثة بصفة عامة في اليمن، حتى لا تتدهور الاحتياجات بأكثر من هذا. إذن شكرا لك الأستاذة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إلى الأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن. أستاذ عدنان، تحدث عن ضمانات أمنية يجب على الأطراف تقديمها لكم، أي الأطراف يجب عليهم تقديم هذه الضمانات، أو بالأصح من هي الأطراف التي لا تقدم هذه الضمانات لكم؟ ذات الصراع الحالي ونحن نتواصل مع الجميع باستثناء نحاول من خلال حديثنا الثنائي مع تلك الأطراف الحصول على تلك الضمانات الأمنية وكذلك على تسيير عملنا الإنساني. من تجاوب معكم أستاذ عدنان؟ نحن بالفعل نلقى صعوبة من تلك الأطراف في التفاهم معنا، ولكن لا ندى في حديثنا المستمر معهم يتفهم طبيعة عملنا الإنساني وكذلك الاحتياجات الإنسانية التي يجب علينا أن نلبيها. كوننا موجودون هنا في اليمن نحاول بقدر الاستطاعة تلبية تلك الاحتياجات ولو بالشيء اليسير. وهل هناك تجاوب من قبل هذه الأطراف أستاذ عدنان؟ هل هناك تجاوب من قبل الأطراف بخصوص ذلك؟ أعتقد أنه خلال الفترة الماضية لو لم يكن هناك تجاوب ولو حتى بشكل مثلي من تلك الأطراف، أنا تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مساعدة خلال الفترة الماضية أكثر من 3 مليون يمني في مختلف المناطق. طيب ما هي المناطق؟ ونتمنى وندعو تلك الأطراف للمزيد من التعاون وكذلك المزيد من التسهيلات كان بدورنا أكثر وأكثر. نعم، طيب ما هي المناطق التي لم تتمكنوا من الوصول إليها إلى حد الآن؟ هناك مناطق مختلفة، أهمها دخولنا إلى مدينة سعد. حاولنا خلال الفترة الماضية التواصل مع الأطراف التي تتكاتل هناك من أجل تسيير عمل الإنساني وإدخال وخاصة المساعدات الطبية إلى تلك المدينة. نحاول وما زلنا حتى هذه اللحظة أن نتكلم مع تلك الأطراف من أجل تسيير عملنا وإدخال، كذلك صعوبة بالوصول إلى مناطق على سبيل المثال المناطق الحدودية من صعدة، كذلك بعض المناطق التي تشهد قتال في مارد في الجوف. نحاول بقدر الاستطاعة أن ندخل في حوار مع تلك الأطراف من أجل أن تتفهم طبيعة عمل الإنساني وكذلك. طيب أنت تحدثت قبل قليل أستاذ عدنان عن وجود مكاتب لكم في مدينة تعز، والآن تتحدث عن صعوبات في دخول المدينة.
هل الصليب الأحمر يعني يوجد له ممثلين لكن لا تصله الإمدادات مثلا؟ ولكن لدينا مكتب، بالفعل لدينا مكتب، ولكن نحن نلقى صعوبات في إدخال المساعدات إلى المدينة. نعم، طيب ما مدى تنسيق؟ نعمل من الأطراف أن تتفاهم لحساسية الوضع، وكذلك الوضع الإنساني سواء في تعز أو في صعدة أو في مارب أو في الجوف أو في الضالع أو في شبوة، في جميع مناطق اليمن التي تتضرر، التي هي متضررة الآن من الصراع، إلى تمكيننا من قيام الدور الإنساني، وكذلك المنظمات الإنسانية الأخرى. نحن في الأول والأخير منظمة إنسانية تطاق محدودة، نتمنى أن تتجاوب جميع الأطراف معنا ومع كذلك شركائنا وشركاء العمل الإنساني من أن يكون لهم دور فعال في تخفيف معاناة اليمنيين. طيب باعتبار أن هناك الآن حكومة شرعية وأطراف متمردة في البلد بحسب توصيفات الأمم المتحدة، ما مدى التنسيق بينكم وبين الحكومة الشرعية واللجنة العليا للإغاثة التابعة لها؟ نحن نتواصل مع جميع الأطراف دون استثناء. هذه هي طبيعة عمل اللجنة الدولية الصليب الأحمر. عندما تذهب إلى أي منطقة تقوم بالتواصل مع السلطات، سواء السلطات الموجودة في المنطقة أو كذلك السلطات الأخرى. نحن نرصد مع جميع الأطراف، نحاول بذل جهود في التنسيق من أجل ضمان أولا سلامة زملائنا، كذلك سلامة وصول المواد الإغاثية والمساعدة للمتضررين. لا، أنا أقصد هل هناك تجاوب من قبل الحكومة الشرعية في اليمن مع جهودكم؟ أعتقد أن الجميع بتعاونهم وكذلك تفاهم بطبيعة عملنا سنقوم بالمزيد، ونتمنى أنه خلال الفترة القادمة أن يتحسن الوضع الأمني وأن نستطيع الحصول على ضمانة أمنية أكثر، نكمل القيام بدورنا وأن نستجيب للاحتياجات التي أخي الكريم أعتقد أنه في بلد عدد سكانية 25 مليون لا تستطيع أن من المتضررين من الصراع الدائر حاليا في اليمن. إذا المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن الأستاذ عدنان حزام كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، أشكرك شكرا جزيلا، كما هو الشكر موصول لضيفتنا الأستاذة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، كانت معنا عبر الهاتف من القاهرة. ولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وكان من المفترض يعني أشير إلى أنه كان من المفترض معنا أن يكون معنا معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الأصبحي، لكن لم نتمكن من التواصل معه. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم ومحمد القاسم في الإعداد وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى حين أن نلتقيكم في حلقة أخرى من زوايا الحدث، تقبلوا تحياتي وتحياتهم جميعا، إلى اللقاء.